إذا نزل بالعبد هم وكرب فليس له إلا ربه يلجأ إليه ويدعوه. ومن الأدعية التي يقولها المكروب أن يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم أو أحدثكم بشيء؟ إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه، قالوا: بلى. قال: دعاء ذي النون. قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رواه الحاكم وصححه.